يقول الشاعر العراقي معروف الرصافي: وأغبى العالمين فتى أكول لفطنته ببطنته انهزام، ولو أني استطعت صيام دهري لصمت وكان ديدني الصيام، ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام. إذا رمضان جاءهم أعدوا مطاعم ليس يدركها انهضام، فإن وضح النهار طووا جياعا وقد نهموا إذا اختلط الظلام. وقالوا يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام، وناموا متخمين على امتلاء وقد يتجشؤون وهم نيام. فقل للصائمين أداء فرد ألا ما هكذا فرض الصيام.